وشوشة. ارتباط بالشخصيات ده وصل لدرجة ان انا في ناس كانت بتبعت لي مسجات خاصة عشان شخصية كوكيو. يعني مسجات يقولوا لي ما تموتيهوش في الاخر. شبيه يعيش لانه هو جاله مرض في الاخر، لانه هو يعني هو شخصية في الاخر فاسدة. ده افسد واحد فيهم يعني. ايوه لازم يتعاقب، وده عقاب الهي. انما هم حبهم ليه مش عايزينه، لان هو الفكره في المسلسل في العلاقات ان انا بس بوضح ان ازاي الواحد ممكن في الاخر يطلع فاسد، ممكن يوصل انه يبقى تاجر مخدرات، والتاني متورط في غسيل اموال، والتالت فساد في البورصه، وده فساد بيموت ناس في مستشفيات وبيساهم في 1-2-3. ازاي انت بسهوله من تنازل بيجيب تنازل ممكن توصل لكده، وانت اصلا شخص فيك خير؟ يعني انت شخص فيك خير بالظبط، كل واحد فيه خير وشر، ما حدش بيتولد شرير على طول، وهو اللي بيتنازل ويختار الطريق ده لغايه ما قلبه بيموت وبيروح في السكه دي. فازاي بقى تلحق نفسك من بدري؟ بالظبط من بدري. لا يوسف ما كتب هو على تويتر كذا مره يعني، ولا كان مبسوط قوي، وكان مش متوقع خالص، لانه عاده بيبقى فكرهم ان ده بره رمضان، يعني في ناس تابعوا وبتاع، بس ما حدش بيبقى متخيل ان بره رمضان ممكن ينجح وناس تقول تتكلم. ايه؟ لا سيناريو ولا اي حاجه؟ لا حكي، هو حكي بسيط بس نبذه عامه مش بتفاصيل. طب ايه اكتر حاجه عجبتك؟ هو كان انا يعني اللي قال لي عليه في الاول خالص الحوار، هو كان يعني مبسوط قوي بالحوار اللي بين الشخصيات في الاول، انه وانا كنت برضو حابه في المسلسل ده ان انا ما اعتمدش على فكره، يعني عارفه الفكره او ابهار او انفجارات او الحاجه اللي هي، لان يعني مش هي دي الحاجه اللي انا عايزه ابيع بيها من الاخر، او انا عايزه انا عايزه الاحساس، عايزه اوصل الاحساس بيجي بالحوار والعلاقات، هو ده اللي كنت عايزه نفسي الناس تحسه. دي خطوه انا منفصله ليا تمام، وهو يعني ده عني كزوج وكمشاهد بعد ما اتفرج يعني ايه رايه، انما ك غير كده شغلي بقى المرتبط بيه الثقه بقى، يعني بيدعمني بالثقه، ان انت دايما في الشغل لما بتشتغلي مع مخرج مثلا، والمخرج ده يطلبك في العمل اللي بعده بيبقى او يحب يشتغل معاكي بيبقى واثق فيكي، وانت لو انت طلبتي ممثل معين بتبقي انت واثقه فيه، فالثقه اللي بتتبني دي هي دي الدعم، وهي دي هي دي بتبقى الموضوع يعني. ده من الناحيه الفنيه. من ناحيه بقى الناحيه الخاصه طبعا اكيد هل ممكن نشوف بلا دليل هو هي القماشه تسمح، والمسلسل ممكن يبقى له جزء تاني طبعا يعني، والشخصيات كمان بالظبط هي فعلا يعني فيها القماشه تسمح. دي حاجه ترجع طبعا للشركه المنتجه، مش بتاعتي انا، شايفه ان ده يسمح، انما انا العمل اللي شغال عليه دلوقتي لا، حاجه قصه فكره. انت بتحبي الجزء الثاني ولا بتحبي تروحي لافكار مختلفه على طول؟ لا اكيد انا بحب اروح لافكار مختلفه، يعني انا بحب التجديد والافكار المختلفه، بس ارتباط الجمهور ببلا دليل وارتباطي حتى انا بالشخصيات مخليني حاسه انه لا، هو يطلع منه حتى افكار مختلفه من جواه، بس انا اللي شغال عليه دلوقتي حاجه مختلفه يعني. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.